نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ودارت الندوة حول الدور المصري في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والتحديات التي تواجهها المنظمات الأممية والإقليمية وأيضا المنظمات الأهلية. تهدف إلى تقديم المقاربات والتصورات حول تحديات عملية الإغاثة الإنسانية في القطاع، ذلك في ظل الاهتمام بقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، الذي يعتبر قضية القضايا في العالم كله وليس في المنطقة العربية فقط. نشارك في ندوة نتحدث عن الإغاثة في غزة، المعيقات التي تواجه هذه الإغاثة، بدعوة طبعا كريم من مكتبة الإسكندرية ومركز الدراسات هنا. بالتأكيد يعني نحاول قدر المستطاع من خلال طبعا هذه الندوات أن نضع يدنا على الجرح، محاولات طبعا إيضاع وتوضيح الأمر، المعيقات، كيف نتجاوز كل ذلك. الجوانب الإنسانية في عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وطبعا المكتبة بتهتم بهذا الجانب اهتمام كبير جدا، الجانب الإنساني، الجانب المتصل بالجوانب الاجتماعية النفسية الإنسانية المرتبطة بكل الموضوعات الخاصة بقضية غزة. وإحنا يعني عالجنا هذه الموضوعات في مؤتمرات سابقة، ولكن في هذا المؤتمر بنركز على عملية إدخال المساعدات والعقبات اللي بتوجد، وبنحاول إن إحنا نركز على دور مصر في هذا الموضوع.